مصر وضعت خطة للتنمية البشرية حتى 2030، ويعني أهمية هذه المبادرة وتأثيرها على باقي الدول العربية، خاصة يعني مثال حي المغرب ومصر. بالنسبة للمغرب ومصر، فهي علاقة وطيدة من زمان، لها جذور تاريخية قديمة جدا، من أيام ما كانت المغاربة بتروح تحج وكانت بتمر على مصر. وكان منهم اللي بيستوطن في مصر واللي كان بيقعد في مصر، سواء في الذهاب أو في العودة، غير العلاقات الثقافية المشتركة. يعني حتى مؤخرا كان في استضافة معرض الكتاب للمغرب سنة 2017، وفي نفس السنة كانت برضو المغرب موجودة في مصر في المهرجانات الفنية في القاهرة. كان في علاقات قمة ما بين مصر والمغرب في 2006 كانت آخرها، وبندعو إن تكون في علاقات تانية وطيدة ما بين الشعبين، زي ما أشارت معالي الدكتورة، فكرة إن الشعبين تحسهم واحد. هي فعلا الأخلاق والثقافة والروح واحدة، حتى على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي تحس إن الموضوع مش مختلف ما بيننا وما بينهم. في مؤتمر استثمار أفريقيا الأخير كان أرسل للسيد الرئيس عندنا من ملك محمد السادس رسالة إن إحنا لازم نعمل قفزة نوعية من العلاقات ما بين مصر والمغرب. صحيح. من ناحية ثقافية، من ناحية ثقافية، ومن ناحية المجتمعية، ونقل المعارف والمدارك اللي بتخلي الشعوب تقوم. فكرة التنمية المستدامة في مصر، أو فكرة إن إحنا عندنا أهداف ورؤية 2030، فهي الخطة دي وضعت لعدة أهداف. كان على رأسها أول أهدافها الحياة الصحية. صحيح. الرعاية الصحية الشاملة للشعب المصري. وبما أننا بنتكلم في مبادرات، فكانت أطلقت أكتر من مبادرة للرعاية الصحية، أطلقها السيد الرئيس في مصر هنا في الفترة الأخيرة أكتر من مبادرة بصراحة. يعني الحقيقة كانوا حققوا نجاحات كبيرة جدا، منهم مثلا مبادرة نور حياة، مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة صحة المرأة المصرية، تحمد فيروس سي كمان كانت 100 مليون صحة للقضاء على المرض الكبدي الوبائي اللي هو فيروس المشهور بفيروس سي والأمراض غير السارية. ده يعني حقق نجاح غير مسبوق. يعني مبادرة قدرت تغطي عدد يعني مش قليل، وصل ل 60 مليون تقريبا، 60 مليون نسمة. انت بتتكلم في بلد 100 مليون نسمة، فانت بتعدي 60% في وقت قليل جدا. يعني واشادت بده منظمه الصحه العالميه، يعني منظمه الصحه العالميه ارسلت مدير المنظمه تقرير للسيد الرئيس عندنا بيشيد بنجاح المبادره، وطلبت تعميم هذه المبادره على مستوى افريقيا كلها. تمام. لاجنده 2063 في افريقيا، ومنها الدول العربيه. تمام. تعميم المبادره على الدول العربيه، يعني ده كان نتاج نجاحها الهائل.